كرام متابعينا، أهلا وسهلا فيكم بهذه الجلسة على صفحة تكمل العربية على فيسبوك. المحلل التقني جوزيف دهرية معكم بهذه الجلسة، رح نشرح شوي على سوق الفوركس وكيفية تقليص المخاطر اللي ممكن تواجهوها بسوق الفوركس، كيف ممكن نحول هذا الاستثمار أو هذه الفرصة اللي ممكن تكون عم نجني منها بعض الأرباح إلى فرصة جيدة، وطبعا بتقليص المخاطر هذا أهم شيء. في البداية بدي أحذركم من المخاطر الموجودة عنا، وطبعا المخاطر مرتفعة في سوق الفوركس لأنه طبعا التقلبات وارتفاع وانخفاض أسعار بشكل سريع طبعا موجودة، فالربح والخسارة عم تاخدها بشكل فوري على حسابك أو على رأس مال اللي عم تتداول فيه، فطبعا ممكن ما تكون مناسبة لجميع المستثمرين. قبل ما تاخذ قرارك بالتداول لازم تعرف الرغبة، إذا بتكون عفوا لازم تعرف مستوى المخاطرة الموجودة بسوق الفوركس. طبعا يعني أنا خبرتي بتزيد أكثر من 7 سنوات بسوق المال، والشيء اللي بحب أتكلم عليه بجلسة اليوم وبفتكر عم بتابعوني معظم المستثمرين بشكل يومي وعم بشوفوا كيفية إذا بدكم التفكير والتداول بسوق الفوركس. السوق الفوركس بغض النظر عن استراتيجيته، هو منه استراتيجية، هو هيكلية ماشي فيها السوق، وهذه الهيكلية اللي ماشي فيها السوق طبعا عم بيخدها بعين الاعتبار المضارب كمان اللي يقدر يجني بعض أرباح وبعض الفرص الاستثمار أو بعض خلينا نقول المراكز الربحانية. هلأ بالنسبة لنا الشموع اليابانية هي بتعكس سيكولوجية التداول عند الرسوم البيانية، فبهيدي الحالة الشموع اليابانية ممكن ياخد منها إشارات، هيدا من الواضح. هلأ خلينا ناخد على سبيل المثال الاسترليني والدولار، على طول بدكم تعرفوا شيء، يعني إذا في حال عندي ارتفاع على هذا الشكل، ارتفاع يعتبر ارتفاع خلينا نقول بسيط، او خلينا نقول يعتبر ارتفاع المومنتوم فيه او زخم الارتفاع ضعيف منه كتير اندفاعي، اوكي مش عم نتكلم على هذا الشكل، عم نتكلم على مرحلة أفقية بامتياز داخلي بنفق ميل على ارتفاع، بهذه الحالة نتوقع أن زخم الارتفاع برقم 1 أقوى من زخم الارتفاع بشكل رقم 2، فبهذه الحالة نتوقع أنه المومنتوم إلى تأثير يعني على قراراتنا اللي ممكن ناخدها بسوق الفوركس. هلأ طبعا الارتفاع اللي بيكون زخم الارتفاع أو المومنتوم أضعف، اوكي بكون عم نتكلم على مرحله سايدويز موفمنت ولكن اتجاه عام. شو يعني؟ يعني مرحله افقيه ولكن عندها اتجاه واحد اللي هو اتجاه خلينا نقول عام صاعد او اتجاه عام هابط. فبهي الحاله اللي عم جرب اوصلكم اياها على سبيل المثال، خلينا ناخذ الاسترليني دولار على رسم بيان اليومي، ليكو النفق الميل على ارتفاع الابورد شانل، المومنتوم فيه او زخم الارتفاع كتير ضعيف لسبب انه عم نعمل كم وكعان بكثره، اوكي ولكن ما في شك على انه عم نعمل او عم نسجل خلينا نقول كعان اعلى من بعض البعض وكوم اعلى من بعض البعض، وهذا بيدل طبعا على الاتجاه العام الصاعد، اوكي فما في شك انه احنا بابور ترند ولكن زخم الارتفاع ضعيف لانه عم نشهد نورا كل ارتفاع انخفاض ارتفاع انخفاض، فهذه الفي المقلوبه اوكي اللي عم نشهدها على السوق هذا بيدل على ضعف المومنتوم، ولكن هذا الاتجاه العام هو الارتفاع الجدي. شو يعني الجدي؟ يعني لما اجي اتكلم على مومنتوم ضخم جدا بكون من وراء خبر معين او خلينا نقول بيانات صدرت عنا على الاجنده الاقتصاديه، فجاه شهدنا ارتفاع بموجه اندفاعيه، ولكن هذا الشيء طبعا ممكن يؤدي الى انخفاض بالمقابل ايضا من وراء هذا الارتفاع، لانه لما يكون عندي مومنتوم ضخم جدا ونشهد على ارتفاع ضخم او سريع طبعا بالمقابل لازم يكون في عندي نزله ايضا سريعه، ولكن الاتجاه العام الصاعد لما نتكلم على اتجاه عام ولما نتكلم على خلينا نقول ترند، اوكي بهذه الحاله لازم يكون المومنتوم ضعيف فيها. معظم المستثمرين بفكروا العكس، انه اذا في حال الارتفاع كان في مومنتوم او زخم يعني الارتفاع بيكون جدي، ولكن انا بالنسبه لي العكس. طبعا ما في شك انه التحليل التقني عم تتغير يوم بعد يوم، شهر بعد شهر، سنه بعد سنه، فبهذه الحاله نحن كمحللين بدنا نتاقلم مع هذه التغييرات على الرسوم البيانيه. كنا عم نتكلم على عملات رئيسية، كنا عم نتكلم على خلينا نقول بنوك مركزية عندها أحوال اقتصادية مختلفة عن الآن، كنا عم نتكلم على فوائد خلينا نقول على اليو اس دولار على الدولار الأمريكي يو اس دي، خلينا أعطيكم شوي بس previous report والآن. إذا بدي أتكلم بال 2011 خلينا نقول أوكي، وراح أتكلم بال 2011 عندي اليو اس دولار أوكي عم بقدم فوائد كان 0%، اوكي عندي اليورو دولار عم بقدم فوائد كان almost 2%، اوكي عندي الفرنك السويسري
اوكي سي اتش اف سويسي يعني فرانك السويسري كان عم بيقدم فائده تقريبا بحدود ال 0.75%. عند الاسترالي والنيوزيلندي، استرالي والنيوزيلندي كانوا عم بيقدموا اولموست 4%. طيب عندي بهذه الحاله او بهذا السيناريو، ليكو شو اللي عندي؟ عندي بسنه 2011 في البدايه الدولار الامريكي كان العمله الغير مطلوبه، عم نتكلم كفوائد وكعوائد. عند اليورو دولار 2% مقبوله منيحه مميزه. عند السويسي 0.75 ولكن الطلب عليه مرتفع. ليش؟ لانه عندي امان في البنوك السويسي، عندي فيه امان اوكي في البنوك المركزيه. فبهذه الحاله كل الاشخاص لو 0.75 كانوا عم بحطوا وداعهم وديبوزيت تبعهم في البنوك المركزيه السويسريه. اما الاسترالي دولار كان يعتبر الهاي يلد كرنسي. هاي يلد كرنسي يعني كانت ان العملات المطلوبه، شو يعني العملات المطلوبه عم نتكلم؟ يعني عم بتكلم اذا في حال كان عندي ارتفاع العملات الرئيسيه اوكي، عند الاسترالي بيرتفع خلينا نقول اي يو دي يو اس دي بيرتفع بهذه الكميه او بهذا الحجم. عندي خليني اعطيكم بس مثل اخر لفرجيكم كيف شو قصدي بمطلوب اكثر. عندي هذا الارتفاع للاسترالي دولار اوكي اي يو دي يو اس دي، اذا في حال عندي طلب على العملات، هذا الطلب على اليورو دولار اقل من الاسترالي يورو مقابل الدولار. عند السويسي سي اتش اف هذا الطلب عليه اوكي سي اتش اف، وعند الدولار الامريكي خلينا نقول يو اس دي هالقد اوكي. فاقل شيء الدولار الامريكي. بتلاحظ لما يكون في عندي طلب على العملات الرئيسيه الاسترالي اكثر شيء، بيرجع اليورو بيرجع السويسي بيرجع الدولار، وطبعا الاسترليني بيجي بين ما بين بين الاسترالي واليورو. اما هلا بالوقت الحالي لما نجي نتكلم خلينا نقول على عملات او فوائد، خليني بس اعطيكم شو الفرق بين العملات الاخرى والفوائد اللي هلا عم نتكلم فيها. لما نجي نتكلم هلا على فوائد بسنه 2018 اوكي، سنه 2018 عندي اليو اس دي الدولار الامريكي عم بقدم 2.25% فوائد وعلى طلوع، يعني متوقع بعد عم بيقولوا انه الاقتصاد الامريكي بافضل حالاته. سي اتش اف اصبح نيجاتيف 0.5%، يعني اصبح الفرنك السويسري اذا بنوضع مالنا في البنوك المركزيه السويسريه لازم ندفع نحن على مالنا وليس العكس. طبعا هذا شيء خطير. اليورو دولار الفوائد عليه اصبحت 0%، والاسترالي دولار اي يو دي يو اس دي اوكي اي يو دي اصبحت الفوائد عليه تقريبا اولموست بحدود 2%. لاحظتوا الفرق؟ الدولار الامريكي بال 2011 الدولار الامريكي كان صفر صار 2.25، السويسي كان 0.75 اصبح نيجاتيف 0.5، اليورو كان تقريبا بحدود 2% اصبح 0% اوكي، وعندي الاي يو دي اوكي الاي يو دي او الاسترالي دولار 2% اوكي كان عم بقدم 4%. فانخفاض العملات الرئيسيه مقابل الدولار الامريكي للفوائد اثرت على ضغط سلبي للعملات. لاحظنا استرليني وين عم نتداول، كنا وين صرنا نتداول وهلا وين عم نتداول، هذا الانخفاض الضخم اوكي بالاسترليني دولار او بالطلب. كنا عم نتداول باليورو دولار خلينا نقول على مستويات تقريبا ايضا على رسم بياني الشهري والاسبوعي، كنا عم نتداول قرب مستويات 137 140، خفضنا ل 104 و103 و105 وهلا 113. هذا الانخفاض هو ضعف في الطلب اوكي على العملات الرئيسيه. اما بالنسبه للدولار الامريكي اوكي، بالنسبه للدولار الامريكي عم تلاحظوا، خلينا ناخذ عمله مثل الين الياباني، الدولار مقابل الين كان عندي الدولار ين عم يتداول قرب ال 77 عم يتداول 126 طلب ارتفع. ايضا الدولار كاد، الدولار كاد كان عندي خلينا نقول هذا الدولار كاد من مستوى 0.80 اصبح عم يتداول 0.31 و131، فالطلب على الدولار الامريكي قوي. طبعا مقابل المعادن ايضا بتلاحظ اسعار الذهب عند ضعف لها من هذه القمه لهذا القاع عم ندور فيه، طبعا ضعف الطلب لاسعار الذهب. هلا ما في شك انه السايكلز، خلينا نتكلم شوي صغير عن السايكلز. ما في شك انه السايكلز بدها تتغير مع الوقت. شو يعني؟ يعني عم نتكلم خلينا نقول على الدولار الامريكي اوكي مقابل العملات الرئيسيه. اذا في حال بدي اتكلم انا عن الولايات المتحده، الولايات المتحده عندي يو اس اوكي،
عندي يورو. بكل بساطة إذا في حال الدولار الأمريكي عنده بقسمه السايكل، كيف السايكل بيتقسم؟ عندي 3 سنوات 3 years، عندي 5 years 8 years 11 years. أوكي؟ هو لي عدد السنوات. بقول لك السايكل إذا في حال الدولار الأمريكي عم ينخفض لثلاث سنوات، اليورو عم بيرتفع لثلاث سنوات. إذا في حال الدولار الأمريكي عم ينخفض لخمس سنوات، اليورو عم بيرتفع لخمس سنوات. والعكس صحيح، ارتفاع ثلاث سنوات يعني انخفاض ثلاث سنوات، والعكس صحيح. فبهيدي الحالة عدد السنوات اللي عم ناخذها نحن، أوكي، هو السايكل بوزيتيف لليو اس ونيجاتيف لليورو، أو العكس صحيح، نيجاتيف بوزيتيف. شو يعني؟ إذا في حال عم نتكلم على ارتفاع الدولار الأمريكي، منيح؟ خلينا ناخذ سيجنال او اشاره على انه ارتفع او انخفض الدولار الامريكي. انخفاض الدولار الامريكي يعني ارتفاع اليورو. ارتفاع اليورو يعني غلى السيارات، صح؟ التجاره شو بصير فيها؟ بتخف السيارات، الطلب على السيارات والتجار من اوروبا بتخف. كل الامور التجاريه والاستيراد والتصدير في اوروبا بينزل لانه عندي اليورو غالي. عم نتكلم 1.25 1.30 1.35، اليورو غالي. انما الدولار الامريكي بكون في عندي طلب على السيارات، بكون في عندي طلب على التجاره، بكون في عندي طلب على كل الاستيراد والتصدير اللي ممكن طبعا نقدر نحددهم بسوق البزنس خلينا نقول. فبهيدي الحاله السايكلز بياخدوها بعين الاعتبار، سايكلز بياخدوها بعين الاعتبار الولايات المتحدة، وأيضا أوكي وأيضا أوروبا أو العملة الأوروبية الموحدة وغيرها طبعا. فبهذه الحالة السايكل هلأ على الدولار الأمريكي أصبح له فترة. خلينا ندخل بس على موقع نشوف، خلينا نشوف tradingview.com. أوكي، من المواقع اللي بدنا نشوف رسم بيانة الدولار اندكس عليها، USD دولار اندكس. خلينا نشوف شو التوقعات. US دولار ستوك تشارت، اوكي، خلينا ندخل على تشارتس لنشوف شو الوضع. اول تشارت لاي اوت، بدي اشوف بس سايكل الدولار الامريكي قديش له فتره عم بيطلع او عم بيرتفع. فبهيدي الحاله لما نشوف اليورو دولار من 2011 واسعار الذهب من 2011 عم تنخفض، هل يا ترى قديش قلنا بهذا السايكل؟ هل يا ترى رح يخلص ولا لا عن قريب؟ US دولار اندكس. alright، خلينا نشوف وين ممكن نلاقي الدولار اندكس. على ما اظن انه ما في دولار اندكس لحاله هون. اوكي، من الواضح انه ما في دولار اندكس لحاله. خلينا بكل بساطه ندخل على finviz.com، عفوا عم غير مواقع كرمال نشوف بس. خلينا نقول فيوتشرز الدولار الامريكي USD عم بسعر 96. اوكي، خلينا نرجع على رسم بيانة الشهري. اوكي، تفضلوا، هذا هو السايكل اللي بدي اتكلم عليه. معي هذا السايكل اللي بدي اتكلم عليه هلا. اوكي، استاذ كارم، هون النت على طول ضعيف. والله نحن في جي سي سي كونتريز، في الدول الثالثه للاسف على طول الانترنت، مع انه صرنا بال 2018 يعني شو بدنا نعمل. طيب، لكن نحن الفينفز الدولار الامريكي من ال 2008، اوكي، هذا الانخفاض خلينا نعتبره سايكل داون. من ال 2001 او من ال 2002 خلينا نقول، اوكي، اولموست لل 2008 عندي سايكل انخفاض. من ال 2008 صارت ال 2018 عندي سايكل ارتفاع. تمام، فهذه السايكل عم بتكلم عليها بتمشي باتجاه المحاكس ايضا لليورو دولار. هلا من المتوقع انه نحن نكون عم نشتغل على ارقام 3 5 8 11. فقلت لكم رقم 11 بنزيده على 2008 اللي هو الكرايسيس، بنلاحظ انه شو عنا 11 سنه بتصير 2019. يعني اتوقع انه انا على المدى القريب هذا السايكل للدولار الامريكي وهذا الارتفاع اللي عم نشهده نحن على الدولار الامريكي يكون قد انتهينا منه. وطبعا انهينا ثلاث موجات الصحيه في بوناتش من اخر كم لاخر قاع، ممكن يكون وصلنا مستوى 61%، بدنا نبدا انخفاض. ولكن انخفاض لوين؟
الآيتولا الدولار الأمريكي ممكن ينخفض باتجاه عميق لاختراق مستوى السبعين، طبعا وارد. خليني فرجيكم السبب. الدولار كاد ارتفاعه من مستوى 0.89 لمستوى 140-144، اذا بدنا نصحح فقط 50%، اوكي ممكن نرجع نصيب مستويات 116. هيدا للدولار كاد بس عم بتكلم. اذا في حال بدي اتكلم على الدولار ين، ايضا ارتفاع من ال 74 لمستويات تقريبا 126 او 130، اذا فقد نعمل موجة الصحية 50% نرجع نصيب ال 95. فبهيدي الحالة موجة صحية بسيطة للدولار الامريكي اقل من 50% في بوناتشي، هذا الشيء بيدعم، اوكي بيدعم انخفاض الدولار الامريكي وارتفاع العملات الرئيسية. ولكن لما نجي نحن نحلل تقنيا، هل يا ترى ممكن توقع ارتفاع اليورو دولار من هذه المستويات ايضا لزيادة مستويات خلينا نقول 129 او 137 عن جديد وانخفاض الدولار الامريكي؟ طبعا واردة، ما في شك انه منا واردة، ممكن نوصل كمان مع بعض البعض خلينا نقول، ونقول انه ممكن يكون عندي نقاط دعم قرب هذه المستويات ونقاط طلب وسبلاي ديماند، اوكي هذه المستويات ممكن نواجه عليها بعض الطلب اللي تقريبا قرب مستويات خلينا نقول بالضبط 110 او 109، يعني ممكن بعض انخفاض. هذا الانخفاض البسيط اللي عم نتكلم عليه قبل الارتفاع، اوكي اللي هو ايضا ارتفاع الدولار الامريكي للمرة الاخيرة. ارتفاع الدولار الامريكي للمرة الاخيرة، يعني عم نتكلم نحن على ارتفاع بسيط او موجة بسيطة من هلا لبداية سنة 2019، اوكي وبداية سنة 2019 اللي هي طبعا ممكن يكون عندي خلينا نقول بعض التغيرات الاقتصادية والتشنجات الاقتصادية، وممكن طبعا نتوقع اشارة انعكاسية لنبتدي بهذا الاتجاه العام. خلينا ناخد اسعار النفط على سبيل المثال، كله بيلحق بعضه. اذا في حال بدنا نفكر نحن بسايكل النفط، سايكل النفط من اخر قمه من مستوى 112، ويف 1 2 ويف 3 الضخمه 4 5 انتهاء الموجه الرئيسيه او الخمس موجات الرئيسيه، بدايه اول موجه الصحيه اي بي سي اللي هي تلقب بويف دبليو، انخفاض اكس لمستويات ال 39 دولار وارتفاع عن جديد بواي. طيب خلينا نقول بعد عند انخفاض اسعار النفط، انخفاض لاسعار النفط وقوه الدولار الامريكي، صحيح نتوقع من هلا لسنة 2019 شهر فبراير نوفمبر اكتوبر بهذه المناطق، يعني عم نتكلم من ورا شهر 2، اوكي من شهر 2 لشهر 11 2019 بده يصير عندي تغيير بالاتجاهات العامة. ممكن يكون النفط بهذه الحالة هلا ارتفع بموجة الصحية، ارجع انخفض لزيادة مستوى 39 قبل ما يكفي اتجاه الصاعد، بكون النفط وصل لقاع معين ليبتدي الارتفاع، بكون اسعار الذهب ثبتت خلينا نقول مستويات 1129 اخر انخفاض له قبل ما يبتدي الارتفاع عن جديد. خلينا نقول اليورو دولار ممكن عامل موجة انخفاض سريعة على 109 وابتدى الارتفاع، ونفس الشيء استرليني دولار، والدولار كاد ابتدى الانخفاض بالاتجاه المعاكس. فبهذه الحالة عم بتكلم على تغيير بهيكلية الرسوم البيانية، وهذا الشيء طبعا بيعني هو عامل الوقت اللي الوحيد اللي ممكن يكون ضدنا، عامل الوقت هو الوحيد اللي ضد المستثمر وضد المضارب. على طول المضارب بيتمنى انه يدخل بمراكز شراء مباع ويبتدي فورا بالارباح، ولكن انتم بتعرفوا انه هذا الشيء طبعا منه وارد وبشكل اساسي. ممكن نبتدي الارباح ولكن على المدى الوسط للطويخ لنقول، او ممكن ننتظر ساعه وساعتين وثلاثه واربعه على مركزنا، ممكن نهار ونهارين. فعامل الوقت بده يكون اهم شيء عند المضارب، كرمال يغض النظر عن التقلبات وبغض النظر عن الخسائر اللي ممكن يشوفه في البداية. ما في حدا ممكن يفتح مركز، طبعا واردة اكيد ممكن نفتح مركز ونبتدي فورا بالارباح، ولكن مش على طول بتصير هيدي. فبهيدي الحالة بدنا نحن ناخد مركزنا، نغلق جوالنا، نغلق اللابتوب طبعاً، نغلق البي سي، نعيش حياتنا، خلي التداول يكون إذا بدكم بالمخاطر المدنية بطريقة أو بعدم مشاهدة هذه التقلبات. وطبعاً ما في شك أنه نحن هذه التقلبات اللي بنشهدها على الشموع اليابانية، انخفاض وارتفاع بشكل متتالي، انخفاض وارتفاع وانخفاض وارتفاع، طبعاً يعني لا يمكن تحديدها بشكل دقيق أو بشكل خلينا نقول دائم. فطبعاً نحن تنخلص المخاطر بدنا نطلع الاتجاه العام، الاتجاه العام واتجاه عام يومي، بناخد شموع يابانية، بناخد خلينا نقول خطوط دعم ومقاومة، أمور كلاسيكية بسيطة، ما حدا يحكيني بأمور معقدة. يعني أنا أكثر مين بيستعمل موجات أليوت وتحاليل المتقدمة، ولكن أنا بنصحكم بقول لكم إنه 5% طبعا أستاذ كارم أنت غير قصة،
يعني انت اول شيء عندك خبره بالسوق، انت متابع السوق بشكل يومي، انت متفضل السوق، انت ما عندك شيء اخر يلهيك عن خلينا نقول التداول، فانت عامل التداول شغلك ومصلحتك. فبهذه الحاله طبعا بكون عندك مستوى تركيز اكثر، وطبعا ممكن تقدر تختار نقاط دخول مميزه. ولكن نحن عم نتكلم مع الاشخاص اللي ابتدوا بهذا المجال وبهذه المصلحه وعن جديد، يعني مش بالضروري يكون هالقد عندهم خبره في التداول. هلا انا بدي اقول لكم اياه، انه دخلت بمركز بيع استرليني دولار، يمكن شايفينه امامكم عم بيتقلب خسائر وربح خسائر وربح، ولكن انا دخلت بنص عقد نصف عقد بيع، واتوقع انه استرليني دولار من وراء المثلث اللي عم نشهده على تنبيهنا اليومي، اوكي هذا المثلث بما انه عم نتداول للمره الرابعه قرب القيعان، اتوقع بريك اوت وانخفاض. فطبعا هذا المثلث خلصنا ويف اي بي سي دي واي صغيره، وهلا بدنا نبتدي بالانخفاض. ممكن لناخذ هدف نقيس المسافه اوكي من اخر قمه لاخر قاع قبل بدايه اول موجه تصحيه، وبنعمل لها بروجكشن اوكي، نفس القياس بده يكون من هون لهون. فبهي الحاله طبعا عندي عده سيناريوهات، ممكن استعمل فيبوناتشي اوكي، بفيبوناتشي بضغط من اخر قاع لاخر قمه، ممكن اخذ اول هدف على مستوى ال 125% فيبوناتشي اللي نحن بنضيفه، ثاني هدف مستوى ال 161.8% في بوناتشي. فبهذه الحاله طبعا نتوقع تكمله اتجاه الهابط للاسترليني دولار، وممكن نكفي خلينا نقول او نقدر نحدد فرصه استثمار ونجني بعض الارباح منه. للاشخاص اللي ما عندهم مراكز هلا ممكن ياخذوا هذا المركز اللي انا عرضته عليكم بعين الاعتبار ليقدروا يجنوا بعض الارباح. وانا كنت وعدتكم بجلسه صباحيه انه طبعا بجلسه بعد الظهر راح اعطيكم فرصه استثمار واستراتيجيه تداول. يعني الاسترليني طبعا طبعا الاسترليني شايفينه بعد ممكن يضعف. استاذ حميد، يعني الهدف طبعا بعد ما جابت الهدف، لا هلا نحن يا ربحانين 22 دولار، ولكن حسب الحساب التداول، يعني احنا هلا حسابنا اللي عم نتداول فيه ابتدينا من 3000 هلا 5300 دولار، يعني 22 دولار هي ما بتشكل اذا بدك 5% من الحساب. فبكل بساطة لازم ننتظر بعد اختراق، واتوقع فري فول، يعني اذا في حال اخترق هذه خطوط الدعم الرئيسية اتوقع فري فول. شو يعني فري فول؟ لما يكون عندي ليكو الفري فول اللي صار عندها هو كان احلى فري فول بخلينا نقول تاريخ البورصة. عم نتكلم على انخفاض اكثر من سريع بيبقى من وراء اختراق خطوط دعم مهمة. انا بتذكر كان نهار خميس، كانت الساعة 4 بالضبط، كانت الساعة 4 بعد الظهر على سوق على ايام برنانكي، وعن دخول افتتاح الاسواق الامريكية كان نشهد تقلبات وفولاتيليتي ضخمة جدا. فالساعة 4 مدري 4 ونص كان عندي خبر على سايبرس او قبرص انه هي باعت ذهبياتها، باعت احتياط الذهب من عندها، وحصل هذا الاختراق. تم اختراق خط دعم رئيسي على اسعار الذهب اللي هو عنده اكثر من خطوط دعم رئيسية اوكي اكثر من 4 مرات، وتم الاختراق. اذا بتلاحظوا او اذا كنتوا موجودين لقلكن انا سرعه الانخفاض من مستوى 1523 او 1525 تقريبا اوكي لتقريبا مستويات 1470 اوكي، يعني عفوا انخفاض تقريبا بحدود ال 55 دولار لاونصه الذهب. اذا بقدر اخبركم قديش كانت سريعه ما ممكن تصدقوا. فري فول يعني سريعه جدا 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 جدا. فاتوقع الاسترليني نفس الامور هلا يحصل، يعني نشهد عليها اذا في حال طبعا تم اختراق هذه المستويات اللي عندها خطوط دعم مهمه جدا. اذا تم اختراق اتوقع فري فول فورا لمستوى 125.70 اللي هي تقريبا انخفاض ممكن بحدود 150 نقطه من هون بشكل سريع، فطبعا ممكن نستفيد منها. وقف الخساره بده اعرضه على استرليني دولار اوكي، بدي اعرض طبعا وقف الخساره، ولكن هلا بدي اعطيكم وقفان خساره للمضاربين اللي حابين فقط ياخذوا وقف يعني مركز على المدى القصير اوكي، ونكون عم نقدر نحدد وقف خساره بسيط باستعمال موجات اليوت 1 2 3 ليتس سي 4 ممكن يسيب مستوى ال 50% وال 71%. هاي ال 50% 127.58 اوكي. هلا نحن كمضاربه اذا بدكم ممكن يكون عندي ارتداد لخطوط خلينا نقول الدعم اللي كانت موجوده عندي بهذه النقاط اللي هي تقريبا ممكن تمتد لزياده مستوى ال 127 30 35. ف
فنحن نعرض اف خسارتنا فوق هذه المستوى اللي هو مستوى 127.32 اوكي كمضاربه، ولكن كاستثمار المدى الوسط للطويل بدنا نعرضه فوق مستوى 61% اللي هو مستوى 127.80 اوكي. هذه المستويات اقله نعرض هذا وقف الخساره اذا في حال بدنا ناخذ هدف لمستوى 125 اوكي، هيدي كفرصه استثمار. ولكن كمضاربه اذا بدك تعرض وقف الخساره فوق مستوى 127.32 بدك تكون اخذ بعين الاعتبار انه ما ممكن تستفيد منه بشكل ضخم، ولكن ممكن تستفيد فقط بانخفاض بعض شيء 30 او 40 نقطه. هذا بالنسبه للمضاربه. هلا للاشخاص اللي حابين يكونوا دائين اكثر بالنسبه لوقف الخساره ممكن يستعملوا بارابوليك سي ار، وهذا البارابوليك سي ار طبعا ممكن ناخده بعين الاعتبار لاستعمله وقف الخساره على سبيل 30 دقيقه او 15 دقيقه ونحط النقاط اللي هي موجوده عندي هي وقف الخساره. لكن الموجودين معنا بهذه الجلسه عندي استراتيجيه تداول مميزه بدي اشرحها بكره غدا اذا فيكم تدخلوا وتسجلوا عليها بكون اكثر من سعيد. استراتيجيه تداول تلقب باستراتيجيه الكسر السعري، بدمج فيها ثلاث مؤشرات اللي هو مؤشر البولينجر باند، مؤشر البارابوليك اس ار، ومؤشر الاليجيتر او التمساح. هذه استراتيجيه اللي هي استراتيجيه الكسر السعري، بتضغطوا على هذا اللينك بتسجلوا. هي غدا في 4 ديسمبر اوكي الساعه 6 بتوقيت جرينتش بلس 2، فادخلوا سجلوا لتابعونا بجلسه غدا، وطبعا تعملوا داونلود او بتنزلوا بتحملوا جو تو ويبينار على الجوال او على الكمبيوتر تبعكم، ما هي هن بيدلوكم على الستابس يعني بسيطه جدا، وبتابعوني جربوا تستفيدوا منها لهذه الجلسه. استراتيجيه تداول مميزه بتستعملوها على رسوم بيانيه الصغيره للمضاربه، وايضا رسوم بيانيه الكبيره للاستثمار على المدى الوسط للطويل. فطبعا انا بكون اكثر من سعيد اذا ممكن تتابعوني بهذه الجلسه او استراتيجيه غدا. شكرا استاذ كرم، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ نيدار، اهلا وسهلا فيك استاذ اسامه. طبعا هوكش سايكل يعني خليني اقول السايكل اتوقع انه على سنه ال 11، خليني اقول 11 سنه. هذه عم بتبع انا موجات اليوت 35811 اوكي. فاخر كراش سايكل يعني كنت قلتها وبذكرها كذا مره بسنه 2000 كان عندي دوت كوم كراش اوكي، بالولايات المتحده اصبح عندي انهيار ضخم جدا دوت كوم كراش. بسنه 2008 الانهيار العظيم اللي هو ايضا سبلاي مورجج كراش. فاذا بنضيف 8 سنوات الفرق بيناتهم اوكي، وهو رقم مميز بموجات اليوت. من وراء رقم 8 بيجي رقم 11، فاذا بنزيد 2008 عليها 11 نتوقع انه 2019 يكون عندي كراش سايكل جديد. فكراش سايكل عم توقع على الاس بي 500 والداو جونز والمؤشرات الامريكيه بتبتدي بالانخفاض الضخم، وايضا خلينا نقول العملات الرئيسيه ممكن يصير عندي طلب عليهم اكثر، واسعار الذهب ترجع ترتفع، وبعض الامور تتغير يعني بشكل جذري. عم نتكلم لها ترندات ضخمه جدا، فما عندي اي فكره عن الهوكش سايكل، ولكن عم نتكلم عن السايكل الرئيسي اللي كنت عم نتكلم عليه بالنسبه لموجات اليوت. انا قد انتهت هذه الجلسه معك، تحب مر يعني بس على معظم العملات والرسوم البيانيه الموجوده عندي على منصه التداول. انا بتشكر وجودكم ودعمكم لي، ما تنسوا تعملوا لايك وشير لهذا الفيديو. كما كل محل تقني وجزاف ظهريه من شركه تكمن، الى اللقاء.